صباح الفل على متابع اليوم السابع، معكم إيهاب المهندس في لايف جديد. النهاردة هنتكلم عن قضية مهمة هيصدر فيها حكم بعد قليل من الدائرة الثالثة، إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة. النهاردة الدائرة الثالثة إرهاب هتصدر حكمها في قضية أجناد حلوان الإرهابية. الدعوة تضم 8 متهمين خلال جلسات متعاقبة. نظرت المحكمة الدعوة واستمعت إلى طلبات الدفاع ومرافعة دفاع المتهمين ومرافعة النيابة العامة، والتي طالبت توقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وكمان المحكمة استمعت لأقوال الشهود الوارد أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت. الدعوة هنتكلم عنها شوية، بتضم 8 متهمين. وخلال الجلسة السابقة التي عقدت في يناير نهاية الشهر الماضي، محكمة الجنايات قررت إحالة متهمين اثنين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. المحكمة استخدمت حقها المخول بقانون الإجراءات الجنائية وأحالت متهمين اثنين وهما مهاب محي الدين ورضا عباس إلى فضيلة المفتي. والنهاردة المحكمة في حالة ورود رأي المفتي في الدعوة سيتم الحكم على المتهمين في القضية. المتهمين وجه لهم العديد من الاتهامات، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون. كمان المتهمين أسسوا تلك الخلية الإرهابية بناء على تكليفات من عناصر تكفيرية. كمان المتهمين وجهوا العديد من التهم، أبرزها التخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة ورجال الجيش. دي أبرز التهم التي وجهت للمتهمين في هذه القضية والتي سيصدر فيها حكم بعد قليل من محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم قرى. هنذكر حضراتكم بالدعوة. الدعوة بتضم 8 متهمين. وخلال نظر الجلسات استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، ثم فضت أحراز القضية، وبعد ذلك استمعت إلى أقوال الشهود الوارد أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت. واستمعت المحكمة أيضا لمرافعة النيابة العامة، والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وقبل ذلك استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين المحبوسين في الدعوة. وفي الجلسة الماضية التي عقدت بنهاية الشهر الماضي، قررت المحكمة إحالة متهمين اثنين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وهما مهاب محي الدين ورضا عباس. هننتظر النهاردة في حال ورود رأي المفتي سيتم الحكم في الدعوة. هنتابع معكم متابع اليوم السابع كل ما هو جديد بخصوص هذه الدعوة والتي سيصدر فيها الحكم بعد قليل من الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة. متابع اليوم السابع، هنتابع معكم كل ما هو جديد بخصوص هذه الدعوة والتي سيصدر فيها الحكم بعد قليل. كمان في دعوة تانية هيصدر فيها حكم، وهي قضية مذبحة كرداسة. فيها متهم يعاد إجراءات محاكمته، والحكم ده هيصدر من الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بضرة. المتهم كان يتحكم عليه الأسبوع الماضي، ولكن تم مد أجل الحكم في الدعوة. بقى كده عندنا النهاردة حكمين،
حكم هيصدر من الدائرة الثالثة إرهاب بخصوص قضية أجنات حلوان الإرهابية، وفيها متهمين اثنين محالين للمفتي، وكمان عندنا حكم من الدائرة الأولى إرهاب لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بقضية مذبحة كرداسة. هنتابع معكم القرارات والأحكام اللي هتصدر بعد قليل. شكرا متابع اليوم السابع.